بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، وبرضو جايلنا أسئلة كتيرة قوي في علاقتنا بالأهل، والأسئلة فيها نوع من الاعتراض على سلطان الأهل. بعض الأسئلة بتتكلم عن نقص التفاهم، بعض الأسئلة بتقول إن الشباب عاوز يفكر لوحده وياخد قراراته لوحده، بعض الأسئلة يعني بتوحي ان في تجاهل من الاهل تماما ويعني تقصير من ناحيتهم. بصوا يا شباب، احنا هنكلمكم المرة دي عن اصول العلاقة بالاهل، يعني الصح ايه، دوركم تجاه اهليكم ايه، ربنا مستني منكم كشباب تجاه والديكم ايه، ويبقى في لقاءات اخرى نقول بقى لما يكون بابا ولا ماما مقصرين انت كمان تعمل ايه. اول دور عليك تجاه والديك هو التعبير اللي قاله الكتاب، عهد قديم وعهد جديد، اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. فاول بند هو الاكرام والاحترام، بحطهم جنب بعض. ليه؟ للاسف في الزمن ده في شباب كتير مش بيقدموا احترام لائق بوالديهم، ودي خطيه، وخطية صعبة، وخطية بتجيب غضب ربنا، وأقل حاجة بتضيع بركة ربنا من حياة الإنسان. الاحترام مش معناه أن أنا يعني مجرد أقف كل ما أشوف بابا معدي ولا ماما معدية، لا، الاحترام معناه أنه ما ينفعش أكلم والدية كأنه قدي أو أصغر مني، ما ينفعش أسخر منه، ما ينفعش أرد عليه بصوت عالي، ما ينفعش أتهكم، ما ينفعش ما ردش عليه، ما ينفعش يقول لي كلمة وما عبروش، ما ينفعش أن أنا أتجاهله تماما وأعمل حساب لأصحابي قبل والدية. كل دي قلة احترام وبالتالي قلة إكرام. والإكرام معناه أن أنا بحترم والدية وعاوز أسمع لهم وبديهم فرصة أن هم يقولوا اللي هم عاوزينه، وبتناقش معاهم، وكلمة حاضر مش صعبة عندي. إنما أحبائي، ظاهرة عدم احترام الكبار دي ظاهرة مخيفة. للأسف شباب كتير يتصور إنه كمنه مثلا شاطر قوي على النت ولا في اللابتوب ولا الموبايل، وبابا بقى وماما يعني الحاجات دي يعني جديدة عليهم مش عارفين يستخدموها، تبقى أنت فاهم عنهم كتير. لا، خلي بالك، الحياة شيء والأجهزة دي شيء تاني، واللي انت بتشوفه في الأجهزة دي مش معناه هو ده الحياة. وحتى لو عندك معلومات ولا خدت دراسات، انت أساسا ما كانش هيبقى لك وجود من غير والديك. دي والدتك هي اللي ولدتك، وأبوك ده أبوك. فإذا ما كنتش بتحترمهم لا يمكن هتبقى بتحترم ربنا، ولو ما احترمتش ربنا يبقى فقدت أبديتك. إذا إكرام واحترام الوالدين علامة تواضع وعلامة احترام لله، علامة خوف الله. وعدم احترام الوالدين علامة سيئة جدا تؤكد انه الانسان ده ملوش في ربنا. كمان من دواعي الاكرام انك ما تغلطش ابدا في حق والديك قدامهم ولا من وراهم. برضو ظاهرة سيئة لما الاقي مجموعة اصدقاء بيتريقوا على والديهم من وراهم، يعني هو بيقول لي انا مش بغلط في بابا ولا في ماما، بس انت بتتكلم مع صاحبك على ابوك وكأن ده اقل من واحد صاحبك، انت بتشكي لصاحبك من والدتك، طب وهي والدتك دي قليلة عشان تتكلم عليها كده؟ انت بتقل احترام والديك قدام اصحابك وفاكر في حد هيحترمك بعد كده؟ اللي ما بيعرفش يحترم والديه لا يمكن الناس هتحترمه. وتصوروا دايما وافتكروا انه الايام بتجري وبتلف، وغالبا اللي بتعمله في والدك هيتعمل فيك ويمكن اكتر. اديكم مثل، يعقوب ابن اسحاق عمل ايه في ابوه؟ هو للاسف استغل عمى ابوه، لم يكرمه، استغفله، لبس لبس اخوه ودخل يقول لابوه انا عيسو وسرق البركه. غلطان، لم يكرمه ولم يحترمه، غير الكذب والخداع والطمع. دارت الأيام وولاد يعقوب نفسه جم
بدون إكرام ولا احترام خدعوا أبوهم وقالوا له يوسف مات، بص الجلابية اللي لقيناها دي مش دي برضو جلابية ابنك؟ طبعا كان فيها دم الحيوانات، إنما هو تصور إنه دم ابنه، وقال ابني مات، وقعد يبكي وقعد سنين حزين وكان يوسف عايش. وندم يعقوب على اللي عمله في والديه، وندموا الأصباط على اللي عملوهم في يعقوب، وهكذا. لأنه بدون احترام وبدون إكرام يفقد الإنسان بركة ربنا، وقد يفقد أبديته لو ما لحقش يتوب. بند تاني في العلاقة بالأهل هو بند التواجد الإيجابي. يعني إيه؟ للأسف كتير من الأهالي بتشكي دلوقتي منكم أن أنتم يعني بيوتكم دي بقت إيه، زي الفنادق. أنتوا داخلين طالعين عاوزين تاكلوا وتشربوا وتناموا. طب والناس الكبار دول مش ليهم حق عليكم؟ لما تكون والدتك نفسها تحكي معاك تطمن عليك تبقى مش فاضلها على طول؟ لما يكون أبوك اللي تعب وشقي وعلمك ورباك ويبقى يعني عاوز ياكل معاك لقمة، عاوز يسمعك، يا جوز يمكن يحبوا يصلوا مع بعض، كل الكلام ده ملوش اعتبار؟ يا شباب انتوا بقيتوا تحبوا الخروج للأسف ومش عاوزين تقعدوا في البيت، ودي ظاهرة سيئة مخلية شباب كتير سطحي، لأن الوجود في البيت له قيمته. لكن أنا سميته التواجد الإيجابي ليه؟ لأن ممكن تبقى موجود في البيت وقاعد طول الوقت قدام الشاشة ومش مش كأنك مش موجود، يبقى تواجدك زي قلته. إيه قيمتك وإنت في البيت؟ إنت لا بتشيل طبقك ولا بتوضب أوضتك ولا بتحكي مع والديك ولا بتاخد رأيهم في حاجة ولا بتصلوا مع بعض ولا بتقرأ الإنجيل. طب يبقى أنت وجودك زي قلته. ما تحسبهاش علينا أنك أنت موجود في البيت وأنت أساسا مش موجود مع أهلك. برضو من الظواهر اللي أصبحت محزنة أنه أحيانا الشباب يجوا الأهل يصيفوا يقولوا لا إحنا نصيف مع أصحابنا. يا ابني طب ما هم أهلك لهم فيك برضو، وفرحتهم أنك تبقى واحد منهم، من حقهم عليك ولو كام يوم طول السنة تبقوا بتتفسحوا سوا أو تصيفوا سوا. يا جوز يبقى في رحلة مع الكنيسة ليها وقت تاني، مؤتمر، خلوة، كل دي حاجات كويسة. لكن يبقى الأهل كده تلغوا تماما بعد سن 15-16 سنة، خلاص هما بيصرفوا بس. وبعدين نرجع نقول ليه العلاقة ملخبطة؟ ليه بيزعقوا فينا؟ ليه بيزعلوا مننا؟ ليه مش بيسمعونا؟ وكأن احنا أبرياء كشباب وهم كل الغلط عليهم. لا، الحقيقة في غلط علينا. كان المفروض ناخد بالنا ان مجرد تواجدنا الإيجابي، إحساسنا بالناس، ده له قيمته. كم واحد فيكم يا شباب يلاقي والدته واقفة في المطبخ مثلا وبقالها فترة بتوضب وتنظف وتطبخ، ويقف يساعد أو تقف تساعدي؟ ولا هي يعني عشان ماما تبقى شايلة كل حاجة وإحنا كشباب طول بعرض ملناش دور؟ الحقيقة ده شيء غير مسيحي، لأن المحبة المسيحية تخلي طبيعة العلاقة فيها عطاء، فيها بذل. يبقى الشاب أو الشابة بيبادر، عاوز يريح والديه، ما يسيبش حد شايل هو اللي يقوم يشيل، ما يسيبش حد يتعب هو اللي عاوز يتعب، عاوز يريح اللي حواليه. ده اللي اتعلمناه من المسيح، وده عز الخدمة. الخدمة ما تبتديش في الكنيس، الخدمة تبتدي في البيت. والعلاقة السوية بالأهل تبدأ بالاحترام والإكرام وبالتواجد الإيجابي. يبقى لك وجود في بيتك، يبقى لك رأي متواضع، يبقى لك دور، تبقى مشارك، ما تبقاش متفرج، ما تبقاش منتفع، تبقى أناني. كونك قاعد تتخدم بس يبقى أنت مش مسيح، لأن المسيح له كل المجد. قيل عنه ما جئت لأخدم بل لأخدم. إذا كان رب المجد نفسه مش قابل يتخدم على الأرض جاي يخدم، إحنا نتخدم ومش قابلين نخدم، يبقى قلبنا الموازين. نقطة كمان في موضوع إكرام الوالدين أو علاقتنا بالأهل هو نقطة الحوار والتفاهم. للأسف أغلب الأسئلة اللي بتيجي بابا ما بيسمعش، ماما ما بتتفهمش، عاوزين يمشوا كلامهم علينا، هم دقة قديمة، هم مش فاهمين حاجة، دايما بيقولوا لأ لأ. أنا مش بعفي إن الكبار قد يكونوا مخطئين في بعض الأمور، لكن النهاردة بيني وبينكم كشباب
تعالوا نتفاهم بعيدا عن الكبار. هل انت بتتفاهم ولا ما بتتفاهمش؟ هل انت محاور جيد؟ هل انت انسانة وديعة وانت بتعبري عن رأيك؟ هل انت بتندفعي وبتنفعلي في الكلام فأبوك بيغضب ولا والدتك بتزعق وبعدين تحسبي عليهم الغلط؟ يا أحبائي، الحوار يبدأ منك كشاب ويبدأ منك كشابة. انت اللي بأدب شديد تروحي تحكي مع والديك، وحتى لو هم تعصبوا بابتسامة لطيفة وبأدب ترجعيهم تاني للهدوء لما يلاقوك حكيمة ويلاقي لسانك حلو. هم اللي ممكن يتعلموا منك الحوار الهادف، الحوار البناء. إنما للأسف خلوني أقول إن أغلب الشباب لا يتقنوا الحوار، ما بيعرفوش يعني إيه يملك أعصابه وهو بيتكلم، ما بيعرفش يرتب أفكاره وهو بيكلم، ما بيعرفش يستخدم ألفاظ معينة وهو بيعرض الفكرة اللي جواها، ما بيعرفش أحيانا الشاب يركز في الموضوع الواحد وهو بيتحاور. أحيانا يبقى الشاب مستعجل عاوز ياخد الحاجة ويجري. بابا أنا عاوز أخرج الأسبوع الجاي أسافر. يا ابني لا، يا بابا لا، ليه؟ وندب خناقة. طب مش تتفاهم، ادخل كده بالراحة وقول له بابا بقالي مدة ما خرجتش مع أصحابي وفي رحلة حلوة ونفسي أطلعها وأنا محوش شوية وتضحك عليه كده بكلمتين وتبقى محاور لطيف، يبقى كأنك يعني بتخليه يقتنع بكلامك. إنما طريقتنا أحيانا كشباب تبوظ الحوار من أوله، وبعدين لما يغضب الكبار نقعد نقول ما هم غضوبين، ما هم ما بيسمعوش، ما هم العيب فيهم، وكأن احنا أبرياء على طول الخط. كمان في الحوار في ظاهرة منتشرة أنه الشاب ما عندوش طاقة يسمع، عاوز بس يقول. صحيح أنا مش بنكر أن بعض الكبار بيحبوا يتكلموا ما يسمعوش وده عيب، لكن أنت كمان يا ابني ليه ما تسمعش؟ طب دي وصية في الكتاب بتقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. لو أنت بتسمع كويس ممكن تلاقي من الكلام اللي بيتقال في جزء مقنع، ولو جزء آخر مش مقنع لما يخلص اللي قدامك الكلام رد بأدب شديد من الكلام اللي سمعته. لما تكون بطيء في الكلام بترتب أفكارك، لما تكون بطيء في الكلام ما يتمسكش عليك غلط، لما تكون مسرع في الاستماع أنت بتستفيد أكتر. أحبائي اوعوا تفتكروا أن والديكم اللي أكبر منكم ب25 سنة على الأقل أو أكتر دول ما عندهمش خبرات في الحياة تحترم. ما ينفعش تتصور كده أن والديك دول حتى لو تعلمهم أقل منك ما بيفهموش زيك. ده كبرياء أنك تفكر كده. خلينا نتصارح، أهالينا بيحبونا وبيخافوا علينا وبيجتهدوا أن هم يسعدونا، وأغلب الآباء والأمهات عايشين مشغولين بصالح ولادهم. احنا بنقول لهم ركزوا في ربنا أكثر من عيالكم. فبعد ده كله يبقى أنت رد فعلك ألا تتحاور ولا تتفاهم ولا تقبل الرأي الآخر ولا تستمع إلا لصوت نفسك. واللي يغيظ الكبار بقى في حركاتكم أنتم إنك تحكي مع أصحابك وتسمع لهم مهما قالوا، وتيجي عند كلمة بس يقول بابا ولا ماما وتقف له وما تحتملش منه ولا كلمة. طب ده أنت بتسمع من أصحابك بالساعات، وساعات يعاتبوك ولا يستغلطوك وبتقبل منهم. لما تيجي عند الكبار مش مستحمل لهم كلمة؟ احتملوا عتابي يا أحبائي، أنا خوفي على خلاص نفوسكم قبل أي حاجة. لأن وصية اكرم أباك وأمك دي وصية ربنا، لأن اللي مش هيكرم أباه وأمه هياخد عقاب من ربنا، هينفصل روحيا عن ربنا. وبعدين عاوز أخوفكم بقى من حاجة تاني، الشاب اللي ما يعرفش يحترم والديه هيبقى زوج متعب جدا وقد ينتهي زواجه بالفشل. والبنت اللي ما بتعرفش تحترم والديها، تعرفش تتفاهم معاهم، احتمال كبير قوي ان بيتها يخرب، لان ممكن جوزها ما يحتملهاش زي ما كان ابوها وامها بيحتملوها. فاذا ما كنتش عارف تنجح في علاقتك بوالديك في علامة استفهام على مستقبلك. هتنجح في جوازك؟ هتنجح انت مع اولادك وانت ما نجحتش مع والديك؟ حاسب، لانه ايه؟
يعني أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع، وأحد معانيها اللي أنت عملته في والديك هيتعمل فيك، ولأنك ما سمعت لهمش مش هتلاقي أولادك يسمعوا لك، ولأنك ما تفهمتش بأدب مش هتلاقي الأدب بكرة. نقطة أخرى في موضوع إكرام الوالدين والحرص على العلاقة السوية بالأهل هي الخضوع. وعند الخضوع أنا عارف طبعا أنها كلمة ما بقتش مقبولة عن سبب كتير، إنما الخضوع وصية الكتاب: أيها الشبان اخضعوا للشيوخ. الخضوع وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. الخضوع ده وصية لكل شعب الكنيسة، أنا أخضع للمحبين اللي بحبهم ويحبوني، وولادي يخضعوا لي، ومراتي تخضع لي وأنا أخضع لها، والشباب يخضعوا للشيوخ والشيوخ يستمعوا للشباب، مش هقول يخضعوا. لكن الخضوع علاقة حب، الكنيسة كلها تخضع للمسيح لأنها بتحبه. ربنا يسوع لا يجبر الكنيسة على شيء، لكن الكنيسة بتحب عرسها فبتخضع له بحب. فالخضوع ده تعبير حب. كلمة حاضر يا شباب كلمة جميلة، لأنها معناها أنا بحبك يا بابا، أنا بحبك يا ماما، وعشان كده أنا بخضع. كلمة حاضر بيعتبروها الآباء ممكن توصل إلى فضائل كتيرة. يعني الخضوع مدخل للتواضع، الإنسان المتواضع يسهل عليه إنه يقول حاضر ولا يتشبث برأيه. صدقوني ظاهرة إن الشباب بقى صعب عليهم يقولوا حاضر، والشيطان بيهيئ لهم إن كلمة حاضر دي كأنها ضعف شخصية، ده يعني دي كذبة من كذب الشيطان اللي ملخبط بيها كل الشباب. بعد ما كانت حاضر فضيلة، حاضر لربنا وحاضر للكبار وحاضر للكنيسة، تحمي الإنسان ومساره للأبدية، بقى النهاردة الشباب بيقولوا حاضر دي خيبة، حاضر دي ضعف. الحقيقة الخيبة كل الخيبة في اللي ما بيقولش حاضر، لأنه ده إنسان هيمشي ورا نفسه، وطبعا الشيطان هيضحك عليه. وحواء ما عرفتش تقول حاضر يا رب، قالت حاضر للحية، فكلت من الشجرة المحرمة وضيعت آدم معها، وبدأ فساد البشرية بسبب كلمة واحدة لو كانت قالتها لربنا والتزمت بيها ما كانش حصل اللي حصل. حاضر يا رب وخلاص. إنما عدم الخضوع ظاهرة محزنة جدا، وأكثر من 90% من طلبات الآباء والأمهات ما هيش صعبة وما هيش غلط، إنما أكثر من 90% من طلباتهم بيتقال لهم لأ مش بيتقال لهم حاضر، وده ينبئ بجيل عنيد وجيل متكبر مش صح. ما زلت يا أحبائي عشان ما تزعلوش مني بقول أنا لا أعفي الكبار من أخطائهم، أنا مش بجمل الصورة وبعتبر أن الأهالي صح على طول الخط، لا. أنا عارف أن في أباء وأمهات تربويا محتاجين دروس كتير، وعاوزين يعرفوا إزاي العلاقة تبقى سوية مع أولادهم الشبان بالذات. لكن أنا بطلبك أنت النهاردة كشاب احترم أبوك وقدره واخضع ليه، وفي خضوعك بركات كتير قوي. اتفاهم معاه، قرب منه، اتمتع بصداقته. أقول لك حاجة بس ما تزعلش كشاب، الحق متع أبوك بحبك لحسن يجي يوم ما تلاقيش أبوك جنبك وتقول يا ريتني قلت له بحبك يا أبي. الحق قدم له الخضوع وارضيه وخد بركته، لأنه ممكن يجي اليوم اللي الناس دي تسافر السماء وتكون أنت ما عملتش الواجب، وساعتها تحس أنك ما عندكش حاجة تتعمل. ربنا يطول في عمر الكل، لكن احنا خلينا حريصين على رضا والدينا، لأن في رضاهم عادة رضا ربنا. نقطة أخرى في موضوع علاقتنا بالأهل هي نقطة الخدمة. احنا قلنا العلاقة السوية بين الآباء الأبناء والآباء، يعني من الشباب للكبار، فيها الإكرام والإحترام، فيها الحوار والتفاهم، فيها التواجد الإيجابي، فيها الاستعداد للخضوع، كمان العلاقة السوية فيها الخدمة. الخدمة يعني إيه؟ الخدمة كلكم كشباب بتبقوا مستنين تبقوا خدام في الكنائس. يعني عاوز أقول لكم عندنا خدام كتير بس مفهومش روح خدمة، عندنا خدام كتير بس مش خدومين.
الكاهن في مثل السامري الصالح خادم، واللاوي في مثل السامري الصالح خادم، السامري الصالح ما كانش خادم لأنه لا كاهن ولا لاوي، بس السامري كان خدوم ما كانش خادم. واللي عجب المسيح في المثل هو السامري. احنا مش عاوزين نبقى خدام محترفين في الكنائس وتبقى الخدمة الطبيعية العملية اللي قصاد عينينا ما بنعملهاش. يبقى والديك تعبانين منك وتبقى انت جاي كنيسة تخدم، طب ما تروح تخدمهم هم الاول. يبقى هم محتاجينك تساعدهم وانت بتساعد الغريب، طب والقريب ليه يتحرم من خدمتك؟ تعرفين الآية اللي قالها القديس بولس الرسول، آية تخوف، تقول ايه؟ ان كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. وهنا كان يقصد العناية بالأمهات. إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان، كأنه بيقول أنا مش مسيحي، وهو أشر من غير المؤمن كمان، لأن بعض غير المؤمنين عندهم الإكرام للوالدين وعندهم الخضوع وعندهم الطاعة وعندهم مبادئ حلم. الخدمة يا أحبائي مش معناها نقف نوعظ أهالينا، الخدمة معناها نريحهم، إن احنا نشجعهم، إن احنا نشوف الحاجة الحلوة اللي بيعملوها ونتعلمها منهم، إن احنا نشاركهم متاعبهم، إن احنا نخفف عنهم أحمالهم، إن احنا نخدمهم على قد ما نقدر في المجالات المتاحة لينا، لكن ما نبقاش احنا حمل زيادة عليهم. ما أجمل الشاب اللي يعمل كل ما في وسعه عشان والدته ترتاح وعشان أبوه يبقى فخور بيه. ما أجمل البنت اللي هي اللي بتشيل البيت مش أمها، تبقى خادمة بجد لأنها خدومة في الأصل. أمنا العذراء كانت خادمة خدومة، لكن ما كانتش خادمة واعظة، ما كانتش يعني مشهورة في الكنيسة كأنها أمينة خدمة، لكن كانت خدومة جدا وكانت فيها روح الخدمة. أنا عاوز أراجع معاكم تاني لأن الموضوع ده أصبح حساس قوي، وزي ما الأهالي بيشكوا الشباب بيشكي، والنهاردة الموضوع ليكوا كشباب مش للأهالي. أحبائي الشباب أرجوكم احترسوا من وصية اكرم أباك وأمك، لألا تروح فرصتها وتضيع الفرصة من أنك تكرمهم تخدمهم تحبهم تحترمهم تخضع ليهم، ويفوت الوقت ويبقى الندم ما صعب وملوش معنى. أراجع معاكم النقط تاني، الاحترام، احترم والديك، اوعى تغلط بكلمة، سارع بالاعتذار لو حصل منك موقف غير مؤدب، الحوار والتفاهم، اسمع لهم قبل ما تتكلم، احتفظ برأيك واعرضه بأدب، ما تستعجلش في رفض أي شيء. قلنا كمان التواجد الإيجابي، خليك متواجد إيجابيا. يعني ايه؟ وجودك في البيت له قيمة حقيقية، وجودك مريح للكل، مش انت موجود وعايش مع نفسك. خليك خدوم، ما تبقاش خادم بره وفي بيتك انت مخدوم ومخدوم متعب كمان. اخيرا اقول لك خليك ايقونة في البيت. في اباء وامهات كتير بيتعلموا من اولادهم. الشاب ممكن يكون نفسه ابوه يقرب من الكنيسة، عارف تجيبه ازاي؟ خليك شاب حلو، خليك شبه المسيح، خليك وديع، خلي لسانك حلو، خليك خدوم، صلي له كتير. هو لما يفتخر بيك كإنسان مسيحي مثالي هيجي الكنيسة عشانك. لو ماما مالهاش في الكنيسة كتير بس انت إنسان مثالي أو انت إنسانة حلوة خادمة حقيقية، ماما هتبقى تتمنى ترجع الأيام وتبقى شبهك وتيجي حتى على كبر تبقى عاوزة تدخل الكنيسة وتخدم زيك، لأنها شافت في بنتها اللي ما شافتوش في حياتها قبل كده. فخليكوا أيقونة لأهليكم. انتوا عندكم فرصة يمكن ما كانتش عند أهليكم زمان من 30 سنة، النهاردة في كتب وفي سيديهات وفي في قنوات تلفزيونية مسيحية وفي بركات كتيرة. أرجوكم خليكم أيقونة للمسيح في بيوتكم. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.